فترة عشتي، لكن الله يسامحك عشان انت ماما، لكن هي لا. يا رب يا رب تتجوز واحد من بعدي يسقيها المر ويوريها العذاب ألوان وألوان. يا واد اسمع كلامي وقوم ترجعها علشان يسامحك، ده راجل شراني. انا ما غلطتش عشان يسامح، وبعدين يعمل اللي يعمله، انا مش هنزل لنفس لاي مخلوق. يا واد اتصل باركان حرب المعسكر هيبعت اتنين حرس يستلموك محبوس. اديني قلت لك وانت حر. امجع المحضر اعملي معروف، المعامله في نيابه زي الفل، خرجينا من هنا بقى. انتوا عارفين ان انا ما كنتش شغاله معاكم. ايوه يا حبيبتي كنت شغاله معانا، هو لازم الشغل يبقى على السراير عشان يبقى شغل. هند امجي على المحضر بدل ما تخرجي من هنا على نقاله. حد فيكم يقرب لي. ماما كل هدومي تحرقيها. لا بلاش تحرقيها، ولعي فيها، ولا اقولك سميها. وعاوز اعرفك ان لو بنت اختك مشيت في جنازتي هيكون عذابي عذابين. وعاوز اعرفك كمان طريقه انتحاري انها طريقه السقوط من اعلى، وقد جاءتني هذه الفكره من التلفزيون، من فيلم بين السماء والارض. كم تمنيت ان يتعطل المصعد ولا اصل الى السطح، ولكن العجيب في الامر ان مصعد مجمع التحرير لم يتعطل، انه قدر. لا ده انا جاي اصلي عشان الاستاذ مدحت. مدحت بيه لسه واصل، تلاقيه على باب الاسانسير. طب كويس الحمد لله. يا استاذ مدحت سخنها. مدحت بيه؟ ايه في؟ لا ده مفيش، بس سيادتك عندك حق. زي ما انا شايف سيادتك مش تيجي جامعه الدول العربيه، انت تروح الامم المتحده عشان تاخد راحتك هناك اكتر. والله يا فندم انا كنت مستغرب الموضوع من الاول ومندهش يعني، بس بعد ما شفت سيادتك سيادتك على حق. هو ايه الموضوع بالظبط يعني؟ لا معقول هشرح لسيادتك الموضوع، وسيادتك واقف محصور برضه. انا محصور؟ طبعا سيادتك محصور انا عارف. شوف بقى سيادتك تخش جوه تستريح تعمل اللي انت عايزه، تخرج اشرح لك الموضوع وكل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. وتفضل سيادتك شفاكم الله وعافاكم مقدما باذن الله. انت عايز مدحت مين بالظبط؟ سيادتك الاستاذ مدحت بتاع الاداره التعليميه بتاع المجمع. مجمع ايه؟ مجمع التحرير. تحرير؟ ايوه. يا زكي. زكي مين؟ يا الله. انا مين؟ يا زكي. اخوانا احنا اخوه واشقاء، ولا داعي استعمال العنف. ممكن اهلك تحتفظي بك يا راس البيت. الجزيره والحملات اللي هي يعني. والله العظيم عارف، دورت عليه في جامعه الدول العربيه، في وزاره الخارجيه، في كل اللوكندات اللي حواليكم ما لقيتوش.
انا مش منقول من هنا لما الشغل يخلص. يخلص بمدحت، بتامر، بسوسو، بالوزير، بالجن الازرق، مش منقول من هنا. بتهدى يا استاذ، اهدى شويه. مش هعرف. زي ما انتم موظفين انا كمان موظف ومسؤول. 15 مليون مواطن في البلد اللي بقدم لهم خدمات. انا شغلي في كل حته، في البيوت، في الشركات، في المصانع، هنا كمان. زي ما بشوف مصالح الناس لازم حد يشوف مصالحي. انا مش طالب اكتر من حق، انا معتصم هنا لغايه ورقي ما يخلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت فاكر نفسك فين يا جدع انت؟ اتفضل خد من هنا قبل ما ماما اوديك في 60 داهية. انت لو خلصت لي الشغل هتاخد ثواب اكتر. ربنا ما خلقناش عشان نصلي طول الوقت، لكن حدد كل حاجة وقتها. الصلاة اللي تعطل الشغل صلاة باطلة. ها؟ انت كمان بتهاجم على الصلاة يا عدو الله؟ انت ايه؟ ملتك ايه؟ ديانتك ايه؟ انت كافر؟ انت بأي حق بتفرني؟ ما انا على مريتين وملة دلوقتي، ولا انت حتى بتغوش وخلاص. انا بغلوش، انا بغلوش. انت بتسوقني؟ طب انا بقى هوديك في داهيه. صلاه العصر بتاعتك ان شاء الله هتكون في النيابه. دخولك السجن ان شاء الله يكون على ايديا. اعتداء على موظف اثناء تعديل عمله. البوليس، انت هين الامن، الامن والبوليس، البوليس والامن. الو الو يا امن، الحقونا الحقونا يا امن. اعتداء على موظف اثناء تاديب عمل. انا اعتديت عليك يا كذاب. انا كذاب يا كافر يا عدو الله. ليه؟ كفرني ليه؟ امسكوه، امسكوا المجرم اهو. انا ما عملتش حاجه، انا مش ماشي من هنا، مش همشي من هنا. النضاره، النضاره. انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. سيبني انت وهو، انا لازم اخلص كل حاجه، عايز اخلص حاجه. استولوا على المجمع. طب استنى استنى شويه. قول تاني قول تاني. كلام ايه ده بس يا سياده اللواء؟ استولوا على المجمع؟ ده المجمع فيه الحكومه والدوله كلها. غريبه. الواحد ما يهداش باله ولا نص ساعه في اليوم. مفيش خبر حلو يوصلني؟ موعود انا بالمصايب والحرايق والسطو المسلح والارهاب. كان الله في العون يا معالي الباشا. الكل عارف يا فندم ان حمل سعادتك كتير. ايوه، في وزراء غيري قاعدين في مكاتبهم بيسمعوا مزيكا وبيطلعوا في التلفزيون اكتر من المطربين. ما تنساش سعادتك يا باشا ان البلد كلها امانه في رقبتك. ايوه في رقبتي،
بلغه الامن المركزي وامن الدوله والمطافي وكل الاجهزه. امرك يا سعاده الباشا. وفي ايام كده بتيجي ما يعلم بها الا ربنا. استاذ احنا مالناش ذنب، وبعدين هنروح في رجلين ليه بس؟ احنا ورانا عيال عظيم ربيع. انا شاهد، ثلاثة بالله العظيم ثلاثة انا شاهد، كان غصب عنك. يعني يا ابني عشان ما توديش نفسك في داهية. خلاص. ما بقاش ينفع. ولا حتى الشهادة بتاعتك تنفع. الحكومة ما تعرفش حاجة اسمها غصب عني. خلاص. وان شاء الله كده لحد فين؟ باب السجن ولا حبل المشنقه؟ انت تهرس خالص. انت السبب في البلوه دي، سجن ولا مشنقه، الحكايه دي لازم تكمل. هتكمل لوحدك يا ولد العم ولا محتاج حد معاك؟ وحد الله وخلي قلبك ابيض، انا معاك مش عليك. اذا كنت طهجان قراط اني طهجان 24. سبحان غير الاحوال، قصر في الكلام. عايزين كمان كم واحده زي دي؟ وعزه الله ما فيه ولا واحده. الا اذا كنت حضرتك بقى تسمح لي انزل الدور التحتاني اجيب لك فيه. تحتاني عشان تنزل وما تعودش تاني. فوت فوت. حصرت المداخل والمخارج كلها بأنابيب البوتاجاز وفي كل مطرح انت قلت عليه. خلاص طلقة واحدة في أي أنبوبة عتبقى ولا نار جهنم. اسمع بلدينا. يسمع ايه بس؟ هي أرواحنا لعبة في ايديكم؟
عايزين تحرقونا بالحياة. اكفي الخشمك يا مسعد افندي، انت بالاخص ليك نارين، نار في الدنيا ونار في الاخره. ده يا راجل لما بترد السلام على حد بتقبض منه. بقولك ايه، حرص قوي، خلي بالك على الاخر، اوعى الرصاصه تطلع غلط في اي انبوبه. ها الانابيب دي هتكون اخر حاجه مش اول حاجه. ولا خطوة زيادة. انت مين؟ عدو ولا حبيب؟ حبيب، ثلاثة بالله العظيم حبيب، انا معاكم حتى لو فيها موت. اي حاجة تنكد على الباشا سيادة اللواء انا فيها جوه منه، هي موتها والله. انت عايز تشتغلنا عن اللواء؟ اللواء عرعر. اللواء مين؟ عرعر.